الغوازي ولا للمأذون؟ في ناس كتير زيكم مش عايشة في الدنيا، ما بتسمعوش الرضاوي ولا التلفزيون. شفت اللي بيقدمه الحاج متولي؟ الشقة بالعفش كاملة وفلوس كتير في البنك، كتبوا العرس، ده غير اللبس والمصاريف، شايفاه بعيني. ولا واحد غريب قال لي كل المسلسل تبعته دقيقة بدقيقة، والحاج متولي إلهي لم يشوف دقيقة. راجل صحيح مقتدر، كل البنات عاوزاه، وبتع بنتي إلهي يكون نصيبها معاه. مش جاي تقول للشباب انا ناقصه هم تقيل؟ قال يا ام بتع اسمعيني، كل ده تمثيل. قالت له دي اسري دي وبلاش كلام فاضي، الشعب راضي، ما فيش غيرك عامل لي تقيل. ما تكونش ماهر يا شاطر واسم ابوك عطار، والشاي على النار وقاعد لسه على الرمله، والحلوه تيجي تلاقيك فارش لها المنديل. قال يا مبتع دي ناس بتوزع الأوهام، ساعدوا العدو بجهلهم في الحرب على الإسلام، وأنا مش بلوم جهلهم، اللوم على الإعلام. قالت خلاصة الكلام، أنا بنتي مش من وقمكم، شوفوا لكم ناس على قدكم، أنا بنتي حلوة مثقفة، حافظة الأغاني كلها، أحدى الشرايط عندها، ده لما تلبس بنطلونها الجينز كل الشباب تجري وتخطب ودها، وننسي عقرب نفسها ما تجيش في خصلة في شعرها، ولا تيجي ضفر في رجلها. طب والنبي لو شافها واحد أجنبي لا يجيب لها كل اللي يجي في نفسها. أنا بنتي عاوزة جدع عايق يكون كسيب، أبوه في حزب اسمه إيه؟ ويكون من المحاسيب، او زي ابن مبطة شغال على التهريب، او من بتوع النوادي، او يكون لعيب الجنب بمليون جنيه ويغيظ امين الدين. قال يا ام بتع اللي يرضى بالحلال حيعيش، مفيش بيوت تتبني بالغش والتهبيش، هي الاغاني تداوي ام عنعرة، ولا الدول تتبني بالفن والكورة؟ ويا ريت فن بصحيح لكن ملوش قيمة، فن الجريمة بقى على الشاشة والسيمة، وعادتنا حتى القيم اتقطعت أشلاء، فقد الشباب الانتماء، بس المهم يعيش، تايه ما بين الفراعنة والعرب وقريش، وعلموه الاستكانة لأجل أكل العيش، وغصب عنه اتحكم بفتوى والقلاضيش. عايزين نعيش يا ام بتع زي خلق الله، نحمي الشباب من الفتن وبلاش من المغالاه، اللي انت عارفاه حرامي بس مش شايفاه، سرق عقولنا واخلاقنا بتلفزيون، صنع سلاسل وسحبك وانت ماشيه وراه. قالت له ام يا ابن زاهيه يا ابن ام عين حوله، عمال تلقح كلام وتعيب ثقافه السلام، هو انت من دوله؟ قوم في الزغور من هنا، قوم غور ما تحبسناش، بتجيب في سيره اسمه ايه والفجر لسه ما جاش؟ فاكر في يوم اسمه ايه؟ يوم احتفال اسمه ايه؟ ساعة ما مات اسمه ايه؟ وجه بداله اسمه ايه؟ عمل قانون اسمه ايه؟ وبيه مخل اسمه ايه؟ باشا في امن اسمه ايه؟ يقطع لسان اسمه ايه؟ لو جاب في سيرة اسمه ايه؟ عقبال سلامة ابن ايه؟ ويحطه في اللي اسمه ايه؟ من غير محاكمة اسمه ايه؟ تقعد سنين من حال، فكرك تحوش اسمه ايه؟ هو اسمه ايه ينحاش؟ قال يا ام بتع انت ايه؟ قصدك تخلي اسمه ايه؟ يحبسني في اللي اسمها ايه؟ من غير محاكمه اسمها ايه؟ اقعد سنين من حال، انا جبت سيرة اسمه ايه؟ وفرضنا قلت اسمه ايه؟ ما هو برضه ما غلطناش. قالت خلاص فضينا، يا تقوم تغور من هنا، انا بنتي زي القمر لسه عريسه ما جاش، عاوزاه يكون مقتدر ويكون كبير يا بلاش، انا ناقصه هم الشباب والنفخه على الفاضي، فاكريني مكتب شؤون، حديكوا بنتي بلاش. قوم في الزغور من هنا، قوم فضها سيره، والباب وراك تقفله وتهوى في ستيره، واوعاك تعتب هنا لو ليك كرامه صحيح، اصل اللي زيك كده الدم عنده شحيح، وان كنت بالشكل ده يوم خرجتي ما تجيش. خرج يقول يا مسلمين يا ولاد امور المسلمين، اللوم لمين؟ للمسؤولين ولا الحرس؟ يا مثقفين دقوا الجرس، مالوا الجرس صابوا الخرس؟ اوعك تقولوا ان الودان صابها الصمم، اوعك تقولوا الناس كمان زي الغنم ما بيفهموش، وبلاش تكونوا بجهلكم او حتى في ناس منكم بينفذوا تخطيط لبوش، فتش وشوف الجرح فين، وضح وقول للمسؤولين، وبلاش من النوم في العسل، وبلاش كسل، ويا ريت تكونوا القدوة وتكونوا المثل، وبلاش تعرض سمعتك للقيل وقال، وبلاش طريق الهلس والبطال، بكرة التاريخ هيغربلك ويغربل الأعمال، في ناس تعيش وناس تموت ولا تتنسيش، وناس تموت تحت النعال، وفي كتب زي الذهب، وفي كتب من غير تمن يرموها للزبال. يا مثقفين فين جهدكم؟ والمشكلة قدام عينيكم كلكم، قدامكم فرصة عمركم، راقبوا البرامج كلها وتفكروا واستفسروا القصد ايه من بساه، ومين ومين من المسؤولين صرح بها، وفين شيوخ المسلمين علشان توقف عرضها واللوم لمين؟ يا كبار شيوخ المسلمين قولوا بصراحة على الملأ،
لو واحدة تعرض لحمها ولا تختشيش على دمها ولا تستحيش من ربها مهرة وسايب سرعها من غير لجام. يا كبار شيوخ المسلمين عاوزين إمام يصرخ يقول لوزارة الإعلام حرام وبجرأة يعلن كلمته علشان يبرأ ذمته، يعمل حساب يوم دفنته، يعمل حساب يوم الزحام قدامكم عام، والزحف جاي من العولمة والأمريكان، وخلاص بدأ شد الحزام. يا أيها الحكام ما تغيبوش وعي الشعوب بالشرطة والإعلام، الكل طفح وادي الشعوب بتقول لكم قدامكم فرصة عمركم، قدامكم عام يا تقولوا على الدنيا السلام. دي حكاية البيت. عارف انا لو بحقق معاك اقول لك انت اكيد من الاخوان المسلمين. والله العظيم ثلاثة انا ماني مع حد. لا 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 لا. هو ما يعني شوفي انا راجل بس انا هقول حاجة يا شيخ. يعني الكلام لما بيتقال في شعر وفي زجل بيكسر الحدود. وما بيكونش له ما بيكونش عليه قيود. يعني الشعر والفن بيحلق دايما في أفاق أعلى من الحديث العادي. صح. يعني حتى الضباط، حتى المسؤولين، حتى القائمين على الأمر بيقدروا يفرقوا أو المفروض أنهم يفرقوا. أيوة ما بين العمل السياسي. أيوة. والكلام اللي يحسب والإبداع الشعري. أيوة. وإنت إبداعك شعري متدفق وفيه فيه بساطة وعمق، وأنا بشكرك على وجودك معنا النهاردة. الله يخليك. أنا بالمناسبة يعني برضو الكلام ده قاله الدكتور وحيد عبد المجيد يعني حزب الوفد. لما اعتقلوني فبرنامج فالجزيرة عملت برنامج ما وراء الخبر، لان ازاع الخبر على الجزيرة اعتقلوا شاعر امين الدين، فعملت ما وراء الخبر، جابت الاستاذ احمد فؤاد نجم وجابت الدكتور وحيد عبد المجيد وواحد اسمه خالد الشامي والشاعر عبد الرحمن يوسف. نفس الكلام اللي حضرتك بتقوليه قاله الدكتور وحيد عبد المجيد، وطبعا الدكتور وحيد عبد المجيد اللي هو يعني نائب رئيس الهيئه العامه للكتاب. وقال ان ده ابداع وان القصيده ما فيهاش حاجه بتاعت اللي كنت بعرض قانون الطوارئ، والراجل بيعرض قانون الطوارئ عادي. طب ليه تاخ هم خذيني برضو على اساس زي ما حضرتك قلتي ان انا اخوان مسلمين وانا ماليش. الشاعر لا يجوز اطلاقا ولا يمكن يكون له اي انتماء غير لوطنه، واذا كان غير كده وحبس نفسه في حاجه ضيقه بيموت بيموت. وشفنا كتير ناس ياما ماتت. وانا بقول كلمتي لله وخالصه لوجه ربنا وما بخافش من، اقسم بالله العظيم انا بخاف من مخلوق، طالما اني مخلوق زيه او مخلوق، حتى الوحش مش مخلوق ما بخافش منه. ليه انا اخاف من ربنا بس يا شيخ امين؟ انت من الريف المصري وشعرك بيعبر عن او بطريقه اهل الريف، ربنا يديك الصحه 71 سنه، وكمان يفتح قدامك طرق وافاق، عندك شعر وعندك مجموعات كتب فيها كل مؤلفاتك. أتمنى إنه الناس تعرف قدرك وتعرف إنه إحنا في حاجة للتنوع. يعني مش كل شعرائنا وكل فنانين يبقوا من اللفندية، إحنا عندنا ريف، عندنا شمال وعندنا جنوب وعندنا وسط وعندنا واحات. لازم من كل منطقة جغرافية في مصر يبقى لها فرسانها، فرسان الكلمة وفرسان الصورة وفرسان الأدب. وعشان كده إحنا اهتمينا بوجودك يا شيخ أديب. عايز أختم بس وأقول لكل الناس اللي بسمعني من قلبي بكتب كلمتي، وبحس ان الكلمه طالعه من صميم قلبي امانه في ذمتي، وبحس ان الكلمه ضي كبير منور دنيتي، وان كانت الكلمه تعبر عن ولاد بلدي ودقق فيها قلقه منيتي، قلمي بيكتبها اوام. اهي هي دي الكلمه، الكلمه هي المروحه للتعبانين العرقانين، الكلمه هي المرتبه للتعبانين الشقيانين، الكلمه دي هي الشفاء للعيانين، الكلمة دي هي أنيس الغرب والمتغربين، الكلمة مش قلنا وقالوا الوقال، الكلمة مش شتمة بتطلع من اللسان، الكلمة مش كلمة نفاق بتمجد السلطان، وإن كانت الكلمة ماهيش خالصة لوجه الواحد الديان، ملعونة دي الكلمة ومقطوع اللسان. كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيبة، وأنا سعيد جدا بوجودي في دريم بالذات، وسعيد جدا بإننا معاكي. احنا سعداء بيك. شكرا ليك يا شيخ امين. مشاهدي دريم ومشاهدي العشرة، القناة العشرة، البرنامج العشرة. شكرا جزيلا وكل سنة وانتم طيبين. سلام عليكم.